اليوم قريت معلومة حقيقة أنه أول مرة أقرأها، فجميلة جدا المعلومة، بقولها للفائدة. الآن كثير من الناس إذا شاف شخص حاد الذكاء أو أنجز إنجاز كان شبه مستحيل، وش يسمونه؟ عبقري. طيب وش أصل هذه الكلمة؟ يقال أنه أصلها واد في اليمن اسمه عبقر. الوادي هذا يسكن كثير من الجن، فكل من مر بالوادي رأى أهوال تجعله شخص غريب الأطوار. لما يعود الشخص هذا إلى أهله من وادي عبقر ويتحدث لهم عن العجب العجاب اللي شاهد، يعني يرون أنه شخص غريب الأطوار، لأنه هو قاعد يكلمهم عن أشياء ما تدخل العقل. هو يقول أنا شفته، فأصبح كل شخص يعني يتحدث بأشياء غريبة يسمى عبقري. لذلك لاحقا سمي شديد الذكاء بالعبقري، لأنه غريب أطوار. ولا زال يقال أنه بين العبقرية والجنون شعره.